هلو 8 graders، مثل ما عرفنا من قبل انه جسمنا او our body صار يقدر يميز بين السلف والنون سلف، مزبوط؟ السلف انتيجين او النون سلف انتيجين. فاستخدمنا هالشي لنعمل شغل كتير مهمة، قصة الجرافتينجز او الزرع. هون السؤال اللي بدنا نشرحه، what are the types of grafts؟ شو هني انواع الجرافتس؟ كلمة grafts معناتها transplantation، زرع، زرع أعضاء، organ transplantation. طبعا قصة الجرافتينج أو الأورجان transplantation كانت أمل وما زالت أمل كل إنسان مريض بيقدر يتخلص من المرض تبعه بأنه يعمل جرافت من إنسان تاني، ياخد إما عضو منه أورجان أو ياخد سكين أو حتى من نفس الجسم، خاصة العالم يلي بيخلقوا بمثلا for example birth marks، وحمات etc. فطبعا بحاولوا يحسنوا من هالشي ويقيموا التشوه عبر الجرافتينج أو عبر الزراعة. فقطة بياخدوا جلد من الجسم، من جسمهم يعني، من مكان لمكان وبحطوه لمكان تاني، ووقتها بحاولوا يخفوا هالتشوه يلي موجود بالجسم. إذن لنعرف what are the types of grafts that they are. In general عندي أربع grafts أو أربع types of grafts: autograft, allograft, isograft, xenograft. Okay؟ إذن autograft, allograft, isograft, xenograft. شو معنات كل واحد فيهم؟ Let's begin. رح نعطي بوكس فيه in general نحكي بالتفصيل عن كل جرافت فيهم ونقدر نميز بين واحد والتاني. حنبلش بالأوتوغرافت. هيدا الأوتوغرافت بيكون أو بيصير، شو عم بقول، graft in the same person from one part of the body to other area. يعني مثلا for example واحد خلقان عنده تشوه بجلده بالجسم، أخذ شقفة جلد بس من نفس الجسم من مطرح لمطرح، أو لك هالشقفة اللي أخدها هني من السلز، مزبوط ولا لا؟ وهالسلز عليهم HLA، هل HLA تبعون هالسلز هيختلف عن HLA بالمكان التاني من نفس الجسم؟ أكيد لا. فهيدا الجرافت الأوتوغرافت على طول accepted، يعني أنا إذا باخد زرع من جسمي لجسمي لو كان بأي مطرح على طول هيدا الجرافت رح ينقبل، لأنه same cells having same HLA. أهم examples عن الأوتوغرافت بعمل skin graft، hair transplantation اللي هي زراعة الشعر، وزراعة البون اللي هي زراعة العظام. تاني نوع من الجرافت الألوغرافت. طبعا الألوغرافت بيصير بين شخص وشخص تاني غريب، بس اتنيناتهم إنسان، أوكي؟ بين هيدا الإنسان وهيدا الإنسان، أوكي؟ بس اتنيناتهم شو قلنا؟ إنسان. نفرد هذا الشخص عطى أورجان أو عطى سكين دونيشن لهيدا الشخص، شو اللي بيصير؟ هل الـ HLA تبعون السلز تبعون السكن اللي هذا عطاه لهذا بيختلفوا ولا ذا سيم مثل هذا؟ اكيد بيختلفوا. فاذا الجهاز المناعي تبع الريسيبيانت يلي استقبل الزرع، هيدا الريسيبيانت اكيد رح يصير له ستيميوليشن، رح يتهيج ويحاول يعمل اتاكينج، يهاجم الخلايا اللي اجته من الشخص الاولاني، اوكي؟ طيب and this is between different members of the same species like kidney transplantation، مثل عملية زراعة الكلية أو القلب أو اللونج أو الليفر اللي هي الكبد. ثالث نوع الايزوغرافت. الايزوغرافت بيصير بين الايدنتيكال توينز، التوأم المتطابق. طبعا احنا شو قلنا؟ التوأم المتطابق لما يكونوا سيم سكس ومتطابقين ايدنتيكال، يعني اثنيناتهم صبيان او اثنيناتهم بنات ويكونوا بالشكل ايدنتيكال، بسمي هيدا التوينز بسميه
identical twins. فإذا أنا عم باخد جرافت من واحد منهم لواحد تاني فهذا الجرافت يعتبر isograft وبكل الحالات هيدا الجرافت accepted يقبل لأنه الأتشال A تبعهم متطابقين مش بس متشابهين متطابقين. رابع نوع الزينوغرافت. الزينوغرافت هو أنه أنا أخد أورغانز من فصائل مختلفة مثلا بين السعدان والإنسان أو بين الكلب والإنسان مثلا أخذ كبد أخذ ليفر أحاول أخذ من هالحكي فإذا بسمي هيدا النوع من الجرافت زينوغرافت. فإذا لهلأ شو القاعدة اللي عم بمشي عليها وعلى أساسها عم بقول الجرافت accepted أو ريجكتد بيقبلوا الجسم أو ما بيقبلوا بيعتمد بس على شغلة واحدة اللي هي الأتشال A. إذن الجرافت ريجكشن أو رفض الزرع أو رفض الترانسبلانتيشن أو الأورغان ترانسبلانتيشن depends يعتمد على درجة degree of similarity درجة التشابه بالأتشال A between donor and recipient بين المتبرع والمستقبل. اوكي الدونر هو البيرسون ذات جيفز ذا جرافت اما الريسيبيانت ريسيفز ذا جرافت. اذا الجرافت ريجكشن رفض الزرع بيعتمد على درجه السيميلاريتي التشابه بالاتشال اي بين الدونر وبين الريسيبيانت. اوكي فاذا رح نرجع بس نذكر شو معنى الدونر. الدونر هو الشخص بيرسون ذات donates هو الشخص اللي عم بتبرع اللي عم يعطي اما الريسيبيانت هو البيرسون ذات تيكس يلي عم ياخد او عم بيستقبل.